مرحبا بكم من جديد، اتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه وبعافيه وانتم بتشاهدوا الفيديو. سوناكشي بطله مسلسل اين انت واين انا تدخل الى المستشفى، والسبب سوف تتعرفون عليه في هذا الفيديو. انتشرت مؤخرا صوره لسوناكشي وهي بالمستشفى طريحه الفراش، وبجانبها زوجها شعيب ابراهيم. رجح العديد من متابعيها انها مصابه بمرض كورونا، إلا أن هذا الخبر مجرد إشاعة. الصورة تم نشرها من طرف زوجها شعيب على إنستغرام، وقال العبارة التالية والتي تعني: فقط يجب أن تكوني بصحة جيدة، كنت أظن أن هناك طفل قادم، نحن جميعا نصلي من أجل شفائها السريع. ويعود سبب دخول سوناكشي إلى المستشفى هو إغماؤها بسبب الإجهاد، فهي تعاني دائما من جدول الأعمال مزدحمة، ومعروف أن سوناكشي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. لما علم شعيب بخبر إغمائها أسرع إليها وأخذها إلى المستشفى، وقام بوضع هذه الصورة على إنستغرام متمنيا لها الشفاء. هناك عديد من المشاهير تمنوا لها الشفاء، منهم الممثلة الهندية ديبيكا سينغ التي قالت: أتمنى لك الشفاء العاجل، دعواتي لك. بينما كتبت الشخصية التلفزيونية في كاس كالوندري: أتمنى لك الصحة ووقتا ممتعا ديبيكا، كثيرا من الحب لكما وبارك الله فيكما. بالنسبة لتاريخ الصورة فهي تعود لسنة 2019 شهر أكتوبر. حاليا سوناكشي بصحة جيدة، فقد نشر شعيب صورة لها على الإنستغرام يطمئن فيها معجبيها على صحة زوجته، وقال: شكرا لكم مرة أخرى على دعواتكم، الكثير من الحب لكم جميعا، نحبكم. لمن لا يعرف ديبيكا فهي الممثلة الهندية الشهيرة والتي تلعب دور سوناكشي في المسلسل أين أنت وأين أنا، الذي يلقى حاليا نجاحا وشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.